هنبدأ في بعض الموضوعات اللي كانت فاضلنا في مادة الاقتصاد التطبيقي الفرقة الرابعة، والموضوع الخاص بتجربة دول جنوب شرق آسيا والأزمة الآسيوية. أول حاجة عاوزين نعرفها، ما هي عوامل نجاح تجربة دول النمور الآسيوية؟ تضافرت مجموعة مهمة من العوامل الداخلية لإنجاح تجربة النمو الاقتصادي في دول النمور الآسيوية، وبعض هذه العوامل يرجع إلى ظروف الوفرة النسبية للموارد البشرية، وبعدها يرجع للسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والناجحة التي طبقتها الحكومات الآسيوية. ويمكن حصر عوامل نجاح تجربة النمور الآسيوية إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية. وأهم هذه العوامل الداخلية، نمرة 1، الوفرة النسبية في عنصر العمل. 2، الاعتماد على مجموعة معينة من الصناعات التصديرية. 3، اتباع سياسات اقتصادية ناجحة. وفيما يلي شرح كل عنصر بالتفصيل. أول عنصر، الوفرة النسبية في عنصر العمل. تتميز الدول الآسيوية بوفرة مواردها البشرية، وقامت هذه الدول على استثمار هذه الميزة النسبية في الصناعات التصديرية كثيفة العمالة وذات الأجر المنخفض الرخيص. كما اتخذت هذه الحكومات مجموعة من الإجراءات لضمان استثمار هذه الميزة النسبية لفترة طويلة. ومن أهم هذه الإجراءات، نمرة 1، توفير الغذاء الضروري بأسعار رخيصة لتحسين مستوى التغذية للعمال ورفع مستوى إنتاجيتهم. نمرة ب، تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة لتجنب الوقوع في التضخم من أجل المحافظة على معدل الأجر الحي. ج، عدم وجود قوانين للحد الأدنى للأجور وعدم التشدد في مراعاة ساعات العمل. وكان من نتيجة هذه السياسات أن أصبح متوسط الأجر منخفض جدا مقارنة بالدول الأخرى، وهذا يعطيها ميزة نسبية أكيد في منافسة صادرات الدول الأخرى ومنتجاتها. تاني عنصر من العوامل الداخلية التي ساهمت في نجاح دول جنوب شرق آسيا هو الاعتماد على مجموعة معينة من الصناعات التصديرية، حيث اعتمدت دول جنوب شرق آسيا على استراتيجية إنمائية تقوم على أساس الاعتماد على مجموعة معينة من الصناعات التصديرية التي تقوم على استيراد المواد الأولية من الخارج وتصنيعها في الداخل، معتمدة على الوفرة النسبية لعنصر العمل وانخفاض تكلفته. من العوامل الداخلية أيضا التي ساهمت في نجاح دول جنوب شرق آسيا اتباع سياسات اقتصادية ناجحة. وتتمثل أهم هذه السياسات في الآتي: ألف، الاهتمام ببناء شبكة البنية التحتية على درجة عالية من التقدم والكفاءة. نمرة ب، الاهتمام الكبير بزيادة الاستثمار في الموارد البشرية من خلال زيادة الإنفاق على مخصصات التعليم أو مخصصات الإنفاق العام على التعليم والصحة. نمرة ج، اتباع سياسة مالية ونقدية لتخفيض معدلات التضخم. وبذلك حصرنا عوامل نجاح هذه التجربة في 3 عوامل، هي العوامل الداخلية الخاصة ب الوفرة النسبية للموارد البشرية، الاعتماد على مجموعة معينة من الصناعات التصديرية، واتباع سياسات اقتصادية سليمة. أما العوامل الخارجية فتتمثل في الآتي: ألف، تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ب، الرقابة على الديون الخارجية. ج، المحافظة على استقرار أسعار الصرف. د، تحرير التجارة الخارجية. وفيما يلي شرح كل عنصر بالتفصيل. ألف، تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قامت دول النمور الآسيوية بانتهاك سياسة واعية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وذلك عن طريق تهيئة المناخ المناسب لها لكي تحقق معدلات مرتفعة للربح تشجع على جذب هذه الاستثمارات. وقد استأثرت دول جنوب شرق آسيا بالقدر الأكبر من الاستثمارات المتجهة للدول النامية، فقد حصلت النمور الآسيوية وحدها على 63% تقريبا من إجمالي الاستثمارات المتدفقة على الدول النامية في عام 97. ب، الرقابة على الديون الخارجية، حيث حرصت الدول الآسيوية أن تتجنب الوقوع في فخ المديونية الخارجية، وحاولت أن تقلل باستمرار من حجم فجوة الموارد، الفجوة بين معدل الاستثمار المنفذ والادخار المحلي، وذلك من خلال تشجيع المدخرات المحلية، وذلك عن طريق
رفع أسعار الفايدة، تطوير سوق الأوراق المالية، تنويع أجهزة تعبئة المدخرات. ونتيجة هذه السياسات استطاعت دول جنوب شرق آسيا أن تحقق أعلى معدلات ادخار في العالم. نمرة جيم، المحافظة على استقرار أسعار الصرف. حيث استطاعت دول النمور الآسيوية أن تحقق استقرار في أسعار الصرف، وبالتالي هذا الاستقرار وفر لدول النمور الآسيوية حرية الدخول في صفقات تصدير واستيراد طويلة الأجل، وهي مطمئنة لعدم وجود تقلبات في سعر الصرف. وهذا النظام وفر لها موارد السيولة الكافية عند الحاجة لها بأسعار فايدة معقولة. وهو آخر عامل من العوامل الخارجية هو تحرير التجارة الخارجية، حيث استطاعت دول النمور الآسيوية أن تحقق استفادة كبيرة من التخفيضات الجمركية في ضوء نظام التفضيلات الجمركية التي أقرته اتفاقية الجات في أوائل السبعينيات، والعمل على إعفاء المواد الوسيطة والسلع الإنتاجية المستوردة اللازمة للصناعات التصديرية من الرسوم الجمركية، وذلك بهدف خفض تكاليف الإنتاج والقدرة على المنافسة. ولكن بعد ذلك تعرضت دول النمور الآسيوية إلى أزمة اقتصادية طاحنة، وهي أزمة مالية بالدرجة الأولى، وفيما يلي شرح هذه الأزمة بالتفصيل. فأزمة دول النمور الآسيوية بدأت بداية الأزمة تتشكل بعدما قامت الدول الآسيوية بالانصياع لضغوط الدول الصناعية والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وأصحاب المصالح بالتأكيد، وذلك بهدف تنفيذ سياسات تدخلية ضمن ما يسمى بالعولمة، أي الاندماج بسرعة في الاقتصاد العالمي من خلال نهج ليبرالي متطرف يزيح الدولة بعيدا عن الإشراف والرقابة. ومن أهم هذه السياسات والتي أدت إلى الأزمة ما يلي: نمرة واحد، التوسع في عمليات التحرير المالي والتي تتمثل في الآتي: إجراء عمليات تحرير مالي ونقدي واسعة شملت التخلص من القيود والضوابط التي كانت مفروضة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية دخولا وخروجا، السماح بعمليات الإقراض والاقتراض بالعملة المحلية، وفتح الأسواق المالية في هذه الدول أمام المستثمر الأجنبي، وأخيرا زيادة سعر الفايدة في الداخل بفارق كبير عن الخارج. كل هذه العمليات أدت لحدوث الأزمة، أو كانت بداية لحدوث الأزمة. تاني سبب من أسباب الأزمة هو تراجع معدلات التصدير في الدول الآسيوية، وذلك للأسباب الآتية: تعرض الاقتصاد العالمي لموجة ركود اقتصادي كبير، وهذه الدول الصناعية التي تعرضت للركود كانت تستوعب الجزء الأكبر من صادرات الدول الآسيوية. تاني حاجة، دخول الصين كمنافس قوي لهذه الدول أدى أيضا إلى تراجع معدلات التصدير ليها. من أيضا من عوامل الأزمة زيادة عمليات المضاربة، حيث أصبحت دول النمور الآسيوية نقطة جذب شديدة لحركة رأس المال المالي العالمي المضار بسبب ثبات سعر الصرف، حيث كان المستثمرين الأجانب يدخلون لهذه الدول بالدولار ثم يقوم بتحويله لعملة البلد واستخدام هذه الحصيلة في شراء أراضي وعقارات وأوراق مالية والمضاربة عليها، وهذا أدى لرفع سعرها بشكل مصطنع، ثم يقومون بعد ذلك ببيعها محققين أرباح كبيرة جدا، وتحويل هذه الأرباح مرة أخرى والأموال إلى دولارات، وبعد ذلك يتم تخريجها خارج الدول الآسيوية، وهذا أدى لزيادة العبء والضغط على سعر صرف العملات في دول جنوب شرق آسيا خاصة تايلاند. من عوامل الأزمة أيضا تدهور أسعار الصرف وزيادة عجز ميزان المدفوعات، حيث في أوائل 97 تصاعدت قيمة العجز في الحساب الجاري والديون الخارجية وزيادة أعباء خدماتها، وهذا جعل الكثير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية وسوق الصرف في تايلاند خاصة التنبؤ بأن تايلاند مقبلة على أزمة كبيرة وتخفيض قيمة عملتها، وهذا أدى إلى التخلص من عملة تايلاند، والذي أدى إلى خفض سعر الصرف العملة التايلاندية، وقام البائعون طبعا بشراء الدولار، أدى لارتفاع سعر الدولار مقابل العملة التايلاندية، وهذا أدى لتدهور شديد في حجم الاحتياطات الدولية وأضعف الثقة في الاقتصاد التايلاندي. وذلك أيضا أدى إلى العامل الخامس، وهو سرعة انتقال مشاكل سعر الصرف بين الدول الآسيوية. إن تايلاند لما خفضت سعر صرف عملتها فقامت
معظم الدول الآسيوية الأخرى بخفض سعر صرف عملتها، وذلك من أجل زيادة التصدير. وهذا ظهر ما يسمى بحرب التخفيضات الذي أثر على استقرار أسعار الصرف في الدول الجوية. سادس عامل ضعف القطاع المالي وهروب رؤوس الأموال للخارج، حيث حدث هبوط حاد في أسعار الأوراق المالية أصاب المتعاملون بها بخسائر رأسمالية فادحة. من العوامل الأخرى زيادة الديون الخارجية، كان من الطبيعي في ظل المشاكل التي تعرضت لها الدول الآسيوية إنها لا تتمكن من دفع أعباء ديونها الخارجية في عام 97، بالإضافة لما أحدثه النزوح الهائل لرؤوس الأموال، هربت رؤوس أموال كتير وده أدى لتزايد العجز في ميزان المدفوعات. إجراءات مواجهة الأزمة الآسيوية بقى طبقا لتوصيات الصندوق. اتجه صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه الأوضاع النقدية باتباع سياسة تقشفية في دول الأزمة أو دول النمور الآسيوية، وجميع هذه الدول لجأت لصندوق النقد الدولي فيما عدا ماليزيا. وطبعا هذه الإجراءات اللي طلبها الصندوق كانت إجراءات تقشفية تهدف لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. ولكي يقدم صندوق النقد الدولي يد المساعدة لهذه الدول، طرح برنامج اقتصادي محدد تركز فيما يلي: أول حاجة، اتباع سياسة نقدية متشددة من خلال رفع سعر الفايدة لمقاومة التدهور في أسعار العملة المحلية. تاني حاجة، دعم القطاع المالي من خلال إعادة بناء أو الدمج بعض القطاعات المالية والبنوك. تالت حاجة، تقليص دور الدولة في الاقتصاد. رابع حاجة، تحسين مستوى الشفافية في الأداء الحكومي ومكافحة الفساد، واقتراح إشراك القطاع الخاص في بحث السياسة المالية. تحسين مستوى الشفافية في الأداء الحكومي ومكافحة الفساد وعمل على الخصخصة، بالإضافة لتخفيض الاعتماد على المدخرات الأجنبية وزيادة الادخار المحلي، خفض حجم الإنفاق العام، وفتح الاقتصاد وأسواق المال أمام الأجانب بلا قيود. أما بالنسبة لماليزيا، فماليزيا أرادت أن تحل مشكلتها ومشاكلها الاقتصادية بشكل مستقل عن الصندوق، وذلك من خلال خفض الواردات والإقلال من تدفق العملة المحلية، ولم تلجأ إلى الصندوق، وقامت بوضع خطة لمواجهة الأزمة تشمل الآتي: أول حاجة، تدخل الدولة بقوة من خلال آليات السوق في سوق العملات والبورصة لدعم العملة الماليزية، حيث تم إنشاء صندوق لتحقيق التوازن في البورصة رأس ماله 20 مليار دولار. يقوم الصندوق على أساس التدخل لشراء الأسهم لمنع انهيار أسهم. رفع أسعار الفايدة بشكل محدود وتدريجي في ظل تزايد معدل التضخم، بالإضافة إلى خفض الإنفاق العام وتركيز هذا الخفض في تأجيل مشروعات البنية الأساسية التي يمكن تأجيلها، واللي هي كانت مشروعات غير ضرورية، فنحاول نقلل إنفاقنا بما نستطيع لكي نخفض العجز في الموازنة العامة، وذلك طبعا مع مراعاة الصالح الاجتماعي وعدم اللجوء لخفض الإنفاق الاجتماعي. نمرة دال، ماليزيا برضو عملت إعادة هيكلة للقطاع المالي عن طريق زيادة إشراف الدولة على البنوك لضمان سلامة النظام المالي والمصرفي وغيره. ونتج عن الإصلاحات الماليزية أن تم تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الماليزية، بلغ معدل النمو الحقيقي حسب تقديرات الصندوق 6.4%، بينما معدلات النمو في أندونيسيا وتايلاند وكوريا على الترتيب سالب 15%، سالب 8%، سالب 7%. فنجد إن ماليزيا اللي هي ما لجأتش للصندوق حققت معدلات نمو موجبة، أما الدول الأخرى التي لجأت للصندوق معدلات النمو كانت سالبة. تاني حاجة، تحقيق قدر من الاستقرار في التضخم في ماليزيا، بالإضافة لخفض معدلات البطالة الأقل من 0.5%، وأخيرا تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 8.8 مليار دولار. وبذلك كانت هذه التجربة من أهم التجارب، والأزمة أيضا التي تعرضت لها من أهم الأزمات المالية التي يمكن أن تحدث للدول، والتي يمكن الاستفادة من هذه التجربة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاولة تجنب الأزمات الاقتصادية المالية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.